نبض وانفاسي يرتفع راسي من نجيك الكربلة زوارك آياتك تحتني لذاتك تتلي راياتك وانت مثل البسملة يا ثورة آلامي يا صبر ضامي نحرك الدامي جمرة دم ما برد عهدتك وصابر أبقى للآخر ليلة العاشر وقعت بها العهد أنا أبقى وياك أنا بالذر خيروني بين الاثنين لو أصير ويا الشمر لو ويا الحسين أنا بالذر خيروني بين الاثنين لو أصير ويا الشمر لو ويا الحسين الدماء عاهدت يا سيدي كلمة شرف ثابت وما حدت لو ينقلب كل عمر طاف الدماء عاهدت يا سيدي كلمة شرف ثابت وما حدت لو ينقلب كل عمر طاف من ينولد ناحي تعطش جروحي هالوقت روحي حزني بيها يبتدي من اشعر بموتي حسرتي بصوتي جفني تابوتي من لذكرك سيدي من اذكر خيامك دمعة ايتامك عثرة اجدامك من صحت يا ابو الفضل سهم الخطف لونك اشرب الماء اشرب الماء واذكر عطش الحسين فضل. اشرب الماء واذكر عطش الحسين اشرب الماء اشرب الماء استدليت بوجودي وانت لحدود انا ابكي لك اذا يعني انا موجود استدليت بوجودي وانت لحدود انا ابكي لك اذا يعني انا موجود يا جرح الصخر من عنده تنفس هوا يا دمع بالنظر والخاطر يفوت الضوى يا جرح الصخر من عنده تنفس هوا يا دمع بالنظر والخاطر يفوت الضوى يا ذروة احساسي نبضي وانفاسي السلام عليكم عمو فرحان خصك راح اخذ مي ايه تفضل تفضل اشرب مي والله انا رايح صديقي مهدي يلا اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بكم حياكم الله وانت مثل البسملة يا ثورة آلامي يا صبر ضامي نحرك الدامي جمرة دم ما برد عهدتك وصاب الحمد لله والشكر يبدو أن أبناء شارع الأصدقاء يعني على الغالب يعني هم حاضرين الآن مع بداية الحلقة وعليه يمكن أن نبدأ بالحلقة وأقول لكم السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته وعظم الله لنا ولكم الأجر نلتقي معكم أصدقائي ومشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عمو فرحان والذي يأتيكم مباشرة كل يوم عدا يومين الأربعاء والخميس في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت كربلاء المقدسة هذا البرنامج والذي حرصنا أن نقدم فيه لكم مجموعة كبيرة من الفقرات نتمنى أن تنال رضاكم السلام عليكم بنين عظم الله لك الأجر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمو فرحان أجورنا وأجوركم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أصدقائنا الأطفال أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج عمو فرحان صراحة مشاهدين الكرام اليوم راح تكون عندنا هواية فقرات مهمة ولكن من ضمن هاي الفقرات المهمة راح تكون عندنا وقفة وحديث هاي الوقفة والحديث يتكلمون عن شيخ المجاهدين والأنصار حبيبنا مظاهر الأسدي من راح يتكلم بهذا الموضوع راح يتكلم به ضيفنا الدائم الشيخ عباس وأتمنى أنه بقية البرامج وبقية الحلقات اللي تنعرض على شاشة قناة كربلاء الفضائية تعجبكم عمو فرحان أترك بقية الحديث إليك أحسنتي بنتي بنين والحقيقة كما أقول دائما أنه إحنا دائما حريصين أن نتحدث بكل حلقة عن واحد من أهل البيت عليهم السلام أو من الذين سقطوا شهداء
الأنصار والصحابة الذين استشهدوا بين يدي سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام. لذلك اليوم ومن خلال الشيخ عباس الكربلائي سوف نتحدث عن حبيب مظاهر الأسدي، وكما قلت لكم بنتي بنين مشاهدينا، طبعا أنتم شفتوا اليوم مهدي دخل المكتبة ويحمل مجموعة من المجلات والكراسات، وأكيد أكو شيء بفائدة أنه لكم. لذلك خلي أنتقل هناك ونشوف هذه المجلات والكراسات اللي ويا مهدي. السلام عليكم سعيد. شنو هذا؟ السلام ورحمة الله عم فرحان. ها شنو صديق مهدي؟ السلام عليكم عمو فرحان. أهلا وسهلا مهدي. عظم الله أجرك عمو فرحان، جارنا العزيز وعمنا الطيب. دائما يسلم علينا. ها شنو صديقي مهدي؟ ها سعيد. شنو هاي البضاعة الحلوة؟ المجلات الجميلة، الكراسات اللطيفة الجايبين للمكتبة. شوف لاحظ وياي، شوف العدد، عافية، هذني مجلات، أي. أنا فرزتن هنا. عافية. وذني كراسات، وذني هنا أكو قصص صغيرة. قصيرة خلينا نقول. نعم. ذني مجلات جبت عدد كلش هواي، تدري؟ الصراحة رحت لمحل بيع المجلات وشفت فد مجلات كلش حلوة. إي لا والله. كراسات وقصص، فقلت ليش ما أجيب فد كمية كلش كبيرة حتى يستفادون من عندها أصدقائنا الشطار وحتى أنتم وإحنا نستفاد من عندها، لأن تعرف دائما يخلون بالمجلات فد مواضيع كلش مهمة. أكيد. وتفيدنا إن شاء الله تعالى. صديقي مهدي ما دام هيك. إي. خل نصيح أخويا حزين. صيح ليش أقول؟ شنو؟ مو على شنو نقلب بالمجلات ايه؟ ونشوف انه موضوع حلو تختاره انت على مود تتحدث لنا عنه بعد شويه. بالنسبه لهذا هاي فكرته كلش حلوه. حلو. وانا وافقك الراي زين. بس تدري صديقي سعيد ايه؟ هسه لو نبلش انا وياك وحتى اذا صيح اخوك حتى نبلش تصيحنا يصيح ليها متعبت انا وحدي. حزين يا معود. حزين تعال تعال تعرتي ويا تعال تعال. هلا هلا بحزين. جيت جيت يا هلا. اي والله. السلام عليكم. عليكم السلام. خيركم؟ سولفوني. تعال شوف تعال شوف شوف العدد. شنو رايك بالعدد؟ جبت كميه كلش كبيره، مجلات كلش جديده وحلوه وبها مواضيع مفيده ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. شنو العدد الجميل؟ اي والله. واريدكم تساعدوني بترتيبها. هاي سهله. اي ان شاء الله تعال. سهله صديقي مهدي. اخوك طلب من عندي قال تطرح لنا بعض المعلومات والمواضيع اللي موجوده بهذه المجلات، فأنا قلت له إن شاء الله بعد ما نرتب هذه المجلات إيه؟ بالمكتبة داخل هذه الرفوف الجميلة نقعد فد قاعدة حلوة حتى بحضور عمو فرحان إن شاء الله ونطرح بعض المعلومات الحلوة. هسه خل نقسمهن. هاك خذ هاي الكمية إيه؟ هاي بالمكتبة تخلي إيه؟ كل عدد بمكان معين. سهلة. أوقف لي. طيب. تفضل سعيد. راح نزحمكم شوية بس يلا تحملونا شو تسوي صديقي مهدي. يلا تفضل تفضل صديقي مهدي. أنا عندي مقترح. وهو احنا نرتب يعني خلينا نشوف اصدقائنا ايه؟ طبعا فقره حلوه. حلو. على مش شنو صح هم يشاهدون الفقره واحنا نشتغل بعدين نرجع نشوف القصه. عاشت ايدك مقترح كلش حلو. شنو نقول للمشاهدين؟ خلينا نشوف هاي الفقره وراجع لكم ان شاء الله. يلا تفضلوا تفضلوا. سيدتي رقية حمامة استشهدت من ظلم آل أمية، قد قتلوا والدها الإمام وأحرقوا من بعده الخيام وذبحوا شقيقها الرضيع في مشهد فظيع، ثم مضت مسبية للشام برفقة الظلام، يشتمها الأوغاد يضربها الجلاد، مسبية للشام برفقة الظلام، مسبية للشام برفقة الظلام، يشتمها الأوغاد يضربها الجلاد، يشتمها الأوغاد يضربها الجلاد. سيدتي رقية حمامة شهيدة، سيدتي
الشام برفقة الظلام، مسبية للشام برفقة الظلام، يشتمها الأوغاد يضربها الجلاد، يشتمها الأوغاد يضربها الجلاد. تربة عجيبة بالدم خضيبة، صارت علم والبيئة لم يمشي الطبيبة، صارت علم والبيئة لم يمشي الطبيبة. تربة عجيبة كل ما قسى ويا يد الهر وبوجهي سد الباب، يا كربلة الأرض جأحم يا ريحة. مشاهدينا الكرام، أصدقائنا الأطفال، ما زلنا مستمرين معكم فقرات حلقة اليوم. وصلنا الآن إلى فقرة كلش حلوة، واللي هي فقرة صور أصدقاء البرنامج. يمكن بعض المتابعين الجدد، أصدقائنا الأطفال الجدد، يمكن يسألون ويقولون إحنا شلون نقدر نصير أصدقاء في برنامج عمو فرحان؟ أنا أقول لكم الموضوع جدا سهل، ترحون إلى جهات الاتصال وتكتبون رقم هاتف البرنامج واللي هو 077-18-11-22-88. خلينا نعيد لكم يا 077-18-11-22-88. تكتبون علي برنامج عمو فرحان، بهذا الرقم تقدرون تنزلون مشاركاتكم، صوركم، تعليقاتكم، وكل شيء انتم تردونه احنا نقرأ. واحنا في برنامج عمو فرحان كل شيء مخصصين له فقرة، وبما انه احنا هسه في شهر محرم من الحرام، وبعده راح يجينا شهر الصفر اللي هو يصادف استشهاد الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام، اللي اريده منكم انه دائما تظلون مرتدين السواد، وحاولوا قدر الامكان انه ترحون للمجالس الحسينية، ولا بس انه تدزون صوركم، واحنا ان شاء الله راح نعرضهم في برنامج عمو فرحان. اتمنى انه ما اكون طولت عليكم، وهسه خليني انقلكم الى فقره صور اصدقاء البرنامج. خلينا نروح ونشاهد الفقره. الان مع صور اصدقاء البرنامج. سافرت وتغربت يبقى القلب وياك، وابقى انتظر فوق الجمر ما ينحمل فرقاك. يا كربلاء وشرفك واشرف ارض خالك،
شاف الطفل ضاع بغرب أكله في الملقاج بين المناير يضى القلب طاير والله بين المناير ضى القلب طاير قلب جسم بها آداب التحية والسلام وشون تحترموا الكبير هذا موضوع مهم كلش سعيد سعيد تسلم ايدك وعاش ايدك وهو زحمناك هذا درس ديك بعد خلينا نطرح موضوع بس آداب التحية والسلام بس هاي خلينا نكملها يلا بس شوي ودي هنا هاي شيء عاش ايدك عاش ايدك عم شنو هالزحمه زحمناك تسلم صدق صدق تدلل حياكم الله يا الله وانا ان شاء الله بعد ما تعبتكم وزحمتكم هواي نعم. راح اوفي بوعدي لكم واقول لكم شنو نطرح من موضوع اليوم مهم من خلال هذه المجلات اللي وصلتنا اليوم بمواضيع جديده وافكار حلوه معلومات رائعه ان شاء الله تعالى إن شاء الله. وبصراحه جذبني موضوع هنا مكتوب آداب التحيه والسلام واحترام الكبير حلو. هذا الموضوع يتحدث عن السلام القاء السلام والتحيه وتعرفون انتم تحية الإسلام شنو؟ السلام عليكم. أحسنتم والهية تضمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللي هذا وصى بها منه الله سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم وديننا الإسلامي وأئمتنا دائما يحثونا عن نبادر بالسلام والتحية أحسنتم وكذلك احترام الكبير إن شاء الله نعم. وهذه تعتبر رسالة سلام بين الناس أكيد موكيد أحسنتم بما معناه أنت من تشوف واحد مثلاً تحييه وتقول له السلام عليكم راح تبث رسالة سلام وتحية وهو بدور الدعاء يعني أنت من راح تطرق هذه التحية بدور الدعاء لهذا الشخص بالسلام والمحبة هسه أريد أسأل سعيد نعم عندي سؤال إلك جواب أنا مستعد السؤال يقول إذا واحد قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنو ترد عليه؟ شوف صديقي مهدي أي. نقول وعليكم السلام والأفضل نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله عفي عليك أحسنت يا سعيد إجابتك صحيحة وموفقة يعني إذا قال لك السلام عليكم ترد وعليكم السلام وأضيف عليها ورحمة الله وبركاته إلك أجر وثواب كلش كبير عاشت إيدك يا سعيد حزين ما ناسيك بالسؤال أريد أسألك سؤال والسؤال يقول أي. إذا أنت مار بشارع مثلاً وأقبل عليك رجل كبير بالسن أي. شتنتظر هو يسلم عليك لو أنت تلقي عليه السلام والتحية من يبادر أول خلنا فكر براحتك مطيك كل فكر الوقت يا لك. حزين فكر يا حزين فكر يلا صديق مهدي أي. بما أنه هو أكبر من عدة عمره صح فأعتقد إيه؟ أنه من باب الاحترام للشخص إيه؟ الكبير أنه أنا أبادر بالسلام عفية 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 بحزين أحسنت إجابتك صحيحة كذلك يعني شنو لازم شنو نسوي إحنا نحترم الكبير ونقدره ونوصل له الاحترام اللي تربينا عليه صحيح. وأول ما نشوفه إحنا نبادر بالسلام والتحية عاشت إيديكم نعم أريد أسألك إلك يا سعيد يلا أنا راح أعطيكم هواي أسئلة حتى تستفادون نعم. وأتمنى كذلك من أصدقائنا الشطار يركزون ويانا بهاي الأسئلة والأجوبة إن شاء الله تعالى احنا مستعدين أحسنت يا سعيد السؤال يقول سعيد نعم إذا مثلا في مكان معين حبيت تطلع أنت ووالديك نعم. والدك ووالدتك من اللي راح يطلع بالبداية ونقدمه بالمشي أنت تتقدم عليهم لو هم نخليهم بالبداية من باب الاحترام صديقي بهدي إذا نجيبها من باب الاحترام نعم. فأكيد أكيد يكون الوالدين أمامنا عفية. وإحنا نتبعهم بخطوة زين ما قلت لي ليش ها أولا لأن هم والدينا حلو شلون لعد صح زين فلازم هم يكونون متقدمين علينا احسنت اعتقد هذا يدخل من باب احترام الشخص الاكبر صلي على خصوصا اذا كان امي طبعا يديكم. هذا شنو الاحترام الشخص الاكبر احسنت احسنتم واحنا خلوا ببالكم كل ما جابون اجابه صحيحه راح يسمعنا الكنترول صلوات على محمد وال محمد منها هم نكسب الاجر والثواب اللهم صل على محمد وال محمد عندي بعد سؤال إلك يا حزين اي وما مليت من الاسئله لا 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 بالعكس هاي فايده لنا صديقي مهدي فايده للمشاهدين عافيه عافيه صحيح
فرضا انت حزين او انت سعيد، جاي واحد من عندكم يمشي بشارع الاصدقاء زين، واقبلت عليه مجموعه من الاشخاص، خلينا نفترض فت خمس اشخاص، منو اللي راح يلقي التحيه والسلام؟ الشخص المفرد لو المجموعه كلها تسلم على الشخص؟ لا صديقي مهدي، يلا جاوبني. انا مره قرات هاي المعلومه، ايه اذا كنت وحدك، ايه بس مو كلش اعرف الجواب، ما متاكد من عدها. رايحك ركز كلا، والله اقول اسمع مني انا ما اقول هيك شيء، لانه هو صديقي مهدي اكيد عنده معلومه. انا اجاوبكم سهله هاي وتدللون. الجواب هو على الشخص المنفرد او المفرد، هو من يلقي السلام والتحيه على المجموعه من باب تقديرهم واحترامهم والاعتزاز بهم كذلك، وحتى لو كان مثلا واحد كبير بالسن امامك بالمجموعه انت لازم تحترمهم بالبدايه، وانت اللي تقدم التحيه. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. هاي ثقافة الصلاة على محمد وآل محمد مهمة جدا، وبصراحة احنا نحب دائما نركز عليها ببرنامجنا. بقى عندي سؤال، اندنت هذا السؤال لك يا سعيد. انا جاهز. انت جاهز؟ سألت هواي اليوم بس بحال. اي الله تحمل نش اسوي، وحتى افيدك انا. الفائدة. احسنتم. عندي سؤال يقول، هو قريته منا من المجلة، يقول انت يصير مثلا تصيح لعمو فرحان، فرحان تصيح له باسمه؟ لو عمو ابو عبد الله تقول له سيف الصافي؟ لو مثلا اي شخص بابا صيح له باسمه، لو لازم تقول له عمو وتقدره وكذا؟ صديقي مهدي، ايه انا الادري بي، ايه بانه لازم من الاحترام للشخص الاكبر، ايه نصيح له عمو او ابو فلان، اي مثلا ابو عبد الله، حلو، مثلا ابو سرحان، مثلا حلو، عمو خالو من الرياض نصيح له كابتن، كلش حلو. احسنتم. والدكتور نصيح له دكتور، ومهندس النظافه كذلك، مهندس النظافه كذلك. احسنت. المعلم نصيح له استاذ. احسنت. شلون جميل جدا. احسنتم. يعني إذن المنادات تكون بالاسم فقط بين الأصدقاء المقاربين كلش، صح يعني صح. بيناتنا إحنا، أنا أصيح لك سعيد، أصيح لك حزين. أحسنتم. عاش يديكم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صراحة أجوبتكم كلش أسرتني، ويا رب إن شاء الله دائما يعم السلام والأمان بيناتنا وبيناتكم. وهسه أريد أسألكم، شلون كانت هذه المعلومات اللي ناقشناها اللي استفادينا من عندها من خلال هذه المجلة الحلوة؟ خلي جاوب انا صديقي. اي جاوب. شوف، نعم، هي الطريقة اللي سويتها هسه انت، نعم، كانت جدا مفيدة. يعني شلون؟ احسن ما انت تظل تحكي لنا وتسرد علينا معلومات، صح، زين، قد توصل المعلومة بس شنو ما توصل بالكمية المطلوبة بالفعل، صح. بس هسه انت من سألتنا وتفاعلنا احنا وياك، حلو، ايش راح يصير؟ حتى أصدقائنا، حتى أصدقائنا المشاهدين راح يظلون متفاعلين ويانا. أكيد. إن شاء الله، إن شاء الله أتمنى إن هم جابونا. صحيح. أكيد. زين. أكيد. أحسنتم. عندي فكرة. وهي شنو؟ هاي المعلومات اللي دوناها. إيه. وهاي الفقرة. إيه. ليش ما نضمنها بفقرة التسل وأرباح؟ فكرة كلش حلوة. أنا موافق. أنا موافق. إذن أصدقائنا الشطار، كونوا كل جاهزين ومركزين اليوم بفقرتنا اتصل وارباح، لأن على قول صديقنا حزين راح نطرح هذه الأسئلة والتساؤلات بفقرتنا، بفقرة اتصل وارباح إن شاء الله. والله أنا أشكرك صديقي. شكر لكم كذلك. وأتمنى بالحلقات القادمة، نعم، نكثر من هاي النقاشات. أكيد إن شاء الله. أي صديقي، هذا الشيء كلش يفرحني. تدري ليش؟ أي؟ يعني هسه أنت من سألتني. أي؟ سألتني سؤال. نعم. زين، وانا جاوبته. ايه؟ هذا السؤال بعد ما انسى. صحيح. ترخص ترسخ الذكر بها. اكيد اكيد، نعم. فالسؤال شنو هذا؟ راح اتذكره بانه انا جاوبته. حلو، كلش أكيد. حلو. احسنتم. نعم. بصراحه ادعي لكم يا رب ان شاء الله بالتوفيق، واتمنى يا رب استفادينا احنا وياكم واصدقائنا الشطار وكل من استمع لهذه المعلومات، يا رب ان شاء الله دائما لكم الموفقيه والنجاح بحق محمد وآل محمد. الله صل على محمد. الآن أحبتنا مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فقرة أخرى، وهي فقرة مشاركات الأصدقاء، فلنشاهد هذه المشاركات الجميلة وراجعي لكم. الآن مع مشاركات الأصدقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جما كلا إذا دكت الأرض دكاً دكا وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. لم أكن مناصف والكف عنك قاصف فتلكم العناصر أمنياتي 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 يا حسين ذاع نصرتك من عتل ليها أتمنى أكون أي عنصري خفف هلالا البسني جوشا على الصدر اتلقى لسهام احفرني خندق محترق حتى احمل خيام السلام عليكم أحبتي أبناء شارع الأصدقاء وأهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة الحسينية ونحن اجتمعنا حتى شنو نتحدث عن شخصية استطاع من خلالها حب وعشقه إلى أهل البيت المصطفى صلوات الله عليهم ولا سيما محمد وآل محمد أحسنتم ولا سيما سيدنا ومولاي الإمام الحسين عليه السلام أن يخلد اسمه في سجل الخالدين وأن يكون له منزلة رفيعة في الجنة
وأن يحظى بدعاء رضا أبا الأحرار حتى قدم نفسه قربانا إلى الإمام الحسين عليه السلام. تدرون من هو؟ من عمو فرحان؟ أنه الشيخ الأنصار حبيب بن مظاهر الأسدي. سلام الله عليه. رضوان الله عليه. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونحن اليوم بصدد أن نقلب بعض أوراق التي كتبت عن هذا البطل المروار الذي قتل الذي قتل الظلمة وقتل منهم الكثير في واقعة الطف، رغم شنو؟ رغم كبر سنه، وهو يستمد قوته وشجاعته من ولاء أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. أحسنتم. لذلك اليوم رح نتشرف أن نتحدث عنه، عسى أن يوفقنا الله وأن يكون مثله الولاء وحب لسيدنا الشهداء. والآن أترك من الحديث إلى الشيخ عباس مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت. طيب الله فاسك عمو فرحان، وأشكر كاتب برنامج عمو فرحان والأصدقاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. حبيب بن مظاهر الأسدي، هذا الرجل الصحابي الجليل الذي شارك في واقعة الطف ودافع عن الإمام الحسين صلوات الله تعالى عليه، وكان عمره يوم ذلك يوم العاشر من محرم، وتقول الرواية كان 80 سنة. حبيب بن مظاهر الأسدي كان يحب الإمام الحسين عليه السلام حبا كبيرا جدا، وكان يتفدى أبي عبد الله الحسين عليه السلام بروحه. وحبيب بن مظاهر الأسدي شارك في واقعة الطف، وشارك كثير من المعارك مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله تعالى عليه، وكان صديقا ورفيقا لأمير المؤمنين عليه السلام، حيث أن حبيب بن مظاهر شارك في معارك كثيرة، منها معركة صفين. تقول الرواية لما خرج الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من الكوفة إلى الصفين، يقول مر من كربلاء المقدسة ومعه من؟ حبيب بن مظاهر. يقول حبيب بن مظاهر: رأيت أمير المؤمنين قريب على منحر الحسين عليه السلام، أمير المؤمنين ساقط على الأرض ويدق الأرض بيده ويقول: يا حبيب، هنا يقتل ولد الحسين عليه السلام. أمير المؤمنين مر 3 مرات في كربلاء المقدسة، وحبيب بن مظاهر كان رفيقا في هذه المراحل التي مر بها الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء. ثم أمير المؤمنين صلوات الله عليه بلغ حبيب بن مظاهر وقال له: أنت ستقتل مع ولد الإمام الحسين، فلا تقصر في نصرته. فلما خرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة توجه إلى كربلاء، كتب رسالة من الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الشيخ الفقيه. الإمام الحسين أين نظر؟ نظر إلى فقه حبيب. حبيب بن مظاهر كان فقيه، رجل عالم، واصل مرحلة من العلم، حتى كان تقول الرواية كان يجلس عند منبر رسول الله صلى الله عليه، وكان يسمع ما قاله رسول الله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، ويختم القرآن كان في ذلك، وكان شديد العبادة إلى الله تبارك وتعالى. حتى هناك رواية تقول يوم ليلة العاشر من محرم لما أدخل الصحابة، يقول: دخلت على حبيب بن مظاهر الأسدي، كان تلك الليلة قارئا للقرآن، كان قارئا للقرآن، كثير العبادة إلى الله تبارك وتعالى. لما أصبح يوم عاشوراء، الإمام الحسين عليه السلام وزع الرايات، راية أعطاها إلى قمر بني هاشم أبو الفضل العباس عليه السلام حامل اللواء، وأعطى 9 رايات إلى الأصحاب. بقت هناك راية، أتى أحد الأصحاب قال له: يا ابن رسول الله، أحمل هذه الراية؟ قال: لا. أتى الثاني قال: يا ابن رسول الله، أحمل هذه الراية؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: سيأتي صاحب هذه الراية. لما وصل الكتاب إلى حبيب بن مظاهر الأسدي من الحسين بن علي، كان لحبيب هناك عبد مشتري، فقال له: أخذ هذا الفرس ماتي وروح
اخرج خارج الكوفة وأنا ألحق بك. يقول أخذ هذا العبد الفرس وصل إلى نقطة معينة وحبيب بن مظاهر خرج ويتلفت حتى لا ينظرون إليه الكوفيون، فلما وصل سمع العبد يخاطب الفرس، ماذا يقول له؟ يقول له تأخر سيدي، إذا تأخر سأذهب أنا وأنت لنصرة الحسين بن علي. لما سمع حبيب بن مظاهر الأسدي هذا الكلام فقال له جزاك الله خير الجزاء، فأنت حر لوجه الله واذهب معي إلى نصرة الحسين بن علي. فلما وصلوا إلى كربلاء المقدسة وأتى حبيب بن مظاهر الأسدي وأراد أن يقبل قدم الإمام الحسين عليه السلام، والإمام امتنع من ذلك، الإمام أعطاه الراية. وتقول حبيب بن مظاهر ذهب إلى الأعداء وقاتل قتالا بطلا كان في ذلك اليوم، حتى تقول الرواية كان هذا الجفن، الجفن حبيب بن مظاهر كان ذابلا، يعني يسقط على عينه لا يقدر أن يشوف الأعداء، فماذا صنع؟ فشد هذا الجفن بوصلة حتى يرى الأعداء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وذلك بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت وبارك الله بك شيخنا العزيز، وشكرا جزيلا لهذا التوضيح الجميل والكلام الجميل عن هذا الشخصية البطل. فشكرا لكل الحضور وشكرا لكل مشاهدينا اللي كانوا ويانا في هذا المجلس الكريم، وبارك الله بكم. وهسه ان شاء الله رح ننتقل الى صديقتنا بنين ونشوف شنو عندها. نعم هسه تجهز صديقتنا بنين. اصدقائنا عندنا فقره كلش حلوة يحبوها أصدقائنا الأطفال، وخلي أنا أسولف لكم زين، وهي إن شاء الله فقرة حصاد الحلقة مع بني. نعم يا عم فرحان، وصلنا الآن إلى فقرة حصاد الحلقة. طبعا راح أحاول حسب ما يسمح بي وقت البرنامج أنه أقرأ أكثر عدد ممكن من الرسائل. خلينا نبدأ بالرسائل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أحد المتصلين دازلنا السلام عليكم. عليكم السلام. عاد نشارك فيديو ودازلنا مقطع فيديو، خلينا نشاهده. علي لكم الصوت. هذا الفيديو اللي دازلنا يا الفيديو طبعا هو لطفل صغير. هذا الطفل الصغير مرتدي السواد وقاعد يلطم للإمام الحسين عليه السلام، الله يحفظه إن شاء الله ويخليه لأهله، بعد بعمر صغير عمره ما يتعدى 3 سنوات، ولكن شاهدوا الله يحفظه إن شاء الله. طبعاً أكيد هذا الفيديو راح ينعرض إن شاء الله في فقرة مشاركات الأصدقاء. اسمه حبيب ظاهر حبيب. إحنا اليوم طبعاً حلقتنا عن حبيبنا مظاهر الأسدي، هو اسمه حبيب. الله يحفظك إن شاء الله. وكاتبين لا تنسون هذا الفيديو. لا ما راح ننسى. وهذه الرسالة طبعاً هما للأسف متصلين علينا مشاهدين الكرام، إحنا ما نستطيع نأخذ الاتصالات عن طريق هذا الرقم، ولكن إحنا عندنا فقرة واللي هي فقط اتصل واربح، تقدرون تأخذون الأرقام اللي موجودة أسفل الشاشة وتتصلون علينا وإحنا راح نجاوبكم إن شاء الله. خلينا نشوف بعد متصلين آخرين شنو دازينا. أحد المتصلين دازينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلينا نشوف بعد متصلين آخرين شنو دازينا. أحد المتصلين دازينا صورة هذا الطفل، وهذا الطفل قاعد يشرب الماء، الله يحفظه إن شاء الله. بس أصدقائنا الأطفال لا تنسون لما تشربون الماء تذكرون عطش الإمام الحسين عليه السلام وتقولون اللعن الدائم على قاتلك يا أبا عبد الله الحسين. بس طبعا هم ما دازينا الاسم. خلينا نشوف بعد متصلين آخرين وشنو دازين. أحد المتصلين دازين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دازين صورة طفل، كاتبين صديق البرنامج عباس باسم. لا هذول دازين الاسم الله يحفظهم. هذا صديقنا عباس الله يحفظه إن شاء الله. طبعا هو مصورين من المراية فصاير انعكاس اثنين بس هو شخص واحد. طبعا صورة فنية ما شاء الله كلش حلوة. وهذه الرسالة اللي كاتبين بيها صديق البرنامج عباس باسم.
يا أهلا وسهلا بك صديقنا عباس. طبعاً مشاهدين الكرام وأصدقائنا الأطفال، كان بدنا أنه إحنا نأخذ عدد أكبر من الرسائل، مثل ما قاعد تشوفون هو قاعد تجينا رسائل، شوفوا يعني هو قاعد تجينا رسائل وإحنا ما قاعد نقراها، والسبب أنه وقت الفقرة يكون قصير، ولكن لا تزعلون إذا ما قرأنا هذه الرسائل في حلقة اليوم فنقراها بالحلقات القادمة إن شاء الله. أما الآن فأنقلكم إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج عمو فرحان. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحبة مشاهدين الكرام وإخوان الغالين، وصلنا وإياكم إلى فقرة اتصل واربح، أكيد بمعية دكتورنا العزيز دكتور فاهم وصديقنا كذلك العزيز صديقنا سعيد. إن شاء الله تعالى سنكون متواصلين وإياكم باتصالاتكم الرائعة ومشاركاتكم الجميلة بعد هذا الفاصل الجميل. الآن اتصل واربح. حفيت بوجه السماء راية محرر، شالت بجف فاطمة راية محرر. حسنك جاء يعني هسه كل شيء جاهز؟ كل شيء جاهز يا الله. ها فاهم؟ اي احسن شلون؟ ها فاهم؟ لا لا عيد 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 من جديد. ما قلت شيء. شلونك فاهم؟ شنو السالفه؟ ها؟ انت مو اسمك فاهم؟ انا متوهم صديقي مهدي؟ هو اسمه فاهم، انت ما متوهم. لا هو انت... اسمه مكتوب هنا فاهم. اي صح. هاي؟ انت ما متوهم، انا المتوهم بيك. صدق كذب شنو فاهم؟ الظاهر انت نظرك ضعيف، انت مو لابس نظارات. اي لا قاعد اشوف انا نظري 6 على 6. العدينا 6 على 6 ولابس مناظر، اي متى تشوف هاي الصدريه؟ هاي السماعه مال اطباء. صح وهذا مركز صحي، ايش مكتوب هنا؟ ايش مكتوب؟ بس شوف شوف فوق ايش مكتوب؟ هنا المركز الصحي. المركز الصحي. وتقول لي فاهم؟ ليش ما تقول لي؟ سعيد انت ليش اكو بيها؟ دكتور فاهم. أنا زعلت. لا 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 بس دكتور دكتور هسه أنا حاكي هسه أنا حاكي صحيح كلامه. إحنا قبل شوية من جلسنا ذيك الجلسة الحلوة قدام المكتبة، وحتى بعدها قدمت لكم الماء والعصير، يعني مو صرنا ساعة نحكي إنه احترام الكبير واحترام تخصصه، عدم مناداته قبل باسمه هيك تقول له مثلا فاهم غير كذا. دكتور فاهم صديقي مهدي. ها أنت تدري ليش أنا صحت له فاهم؟ ليش؟ تريد تعرف فين السبب؟ أكيد أعرف السبب، بأنه فاهم هو صديقي العزيز. مع ذلك ثاني أصيح له فاهم باسمه من باب المعزة. أكيد مع ذلك ما أزعل من يقول لي سعيد. أوقف لي، ما هو دكتور هاي تعب سنين، والمعلم أستاذ قلنا، والرادود يقول لنا ولا صدق ما ذكرناها. صحيح ذن لازم كل تن نذكرها، نحن نحترم الاختصاص. صح. تمام؟ أنا آسف وأعتذر دكتور فاهم. نعم. إن شاء الله ما نتكرر هاي القضية يا صديقي فاهم. أو يا دكتور فاهم. دكتور فاهم أحسن. أحسنتوا. بارك الله فيك. صديقي فاهم بعد ما طرحت وياك. بعافية. الله يدوم يا رب إن شاء الله بينكم محبة دائما، ويا رب إن شاء الله دائما يعم السلام بيناتكم. خلينا نستقبل أول اتصال بفقرة اتصل واربح، سيكون معاك يا صديقي سعيد. السلام عليكم يا عباس. عليكم السلام. عباس شنو اسم بابا؟ نقدي. عباس شنو؟ نقدي. عباس نقدي. أهلا وسهلا يا عباس. عباس شنو اسم بابا؟ العفو من يا محافظة؟ من محافظة صلاح الدين. من محافظة صلاح الدين. عباس. عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله العظيم. بارك الله فيك. هذا اسمك يستاهل. خلي القرعه. كل الشكر والتقدير لعباس. اتصال اخر معك يا دكتور فاهم. الو السلام عليكم. الو صديقنا حسوني. اهلا وسهلا. حسين علي من بابل. السلام عليكم صديقي، كيف حالك؟ زين. اهلا وسهلا. يلا صديقنا انت بأخصاب. اريد سؤال. اريد سؤال مع مهدي. مع مهدي. طيب شوف السؤال إن شاء الله على الشاشة. يلا. ويقول السؤال:
ما اسم والد الشهيد عبد الله الرضيع عليه السلام؟ شو اسم والد عبد الله الرضيع الإمام الحسين عليه السلام؟ خلينا نشوف الإجابة حتى نتأكد. أحسنت، اللهم صل على محمد وآل محمد، إجابتك صحيحة وموفقة، أكيد دخل اسمك ويانا بالقرعة. شكرا جزيلا. استلام اتصال آخر إن شاء الله. زينب بن كربلاء، سلام عليكم. زيد بن كربلاء، سلام عليكم يا زيد. سلام عليكم يا زيد. ألو زيد تسمعني؟ ماكو صوت زيد. السلام عليكم. أهلا زيد، حياك الله وبياك، يا مرحبا بزيد. أوقف لي خليني أسألك، أنت اسم بابا شنو؟ زيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زيد تسمعني؟ اي نعم. حياك الله. اسم بابا شنو يا زيد؟ اختار سؤال. نعم؟ اسم بابا شنو؟ زيد علي. ها زيد علي، تمام. زين عندي سؤال لك يا زيد، انت مو تريد سؤال؟ اكو مناسبة أليمة راح تجينا بالأيام المقبلة، استشهاد منه من أحد الأئمة سلام الله عليهم. للأسف فقدنا الاتصال بزيد. شكرا جزيلا لزيد، تحياتنا وربي يحفظك ان شاء الله تعالى. نعم امير فرحان وياك يا سعيد. امير فرحان، السلام عليكم يا امير. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. امير من يا محافظه؟ من محافظه كربلاء. عظم الله اجركم اجورنا واجوركم ان شاء الله. امير شنو سويت بهاي الايام اللي راحت والايام اللي راح تجي ان شاء الله؟ شاركنا بالمواكب وحضرنا مجالس. عفية عفية بالشاطر. مأجورين إن شاء الله. سنت مأجورين إن شاء الله، مأجورين. يلا يا أمير، عندك مشاركة ويانا تري سؤال؟ لا أريد سؤال. يلا سؤال، خلينا نشوف السؤال. سؤال على الشاشة. شوف سؤال على الشاشة ويقول السؤال: ما اسم الإمام الذي يلقب بالباقر عليه السلام؟ هل هو محمد بن علي أم جعفر بن محمد عليهم السلام؟ محمد بن علي. محمد بن علي، خلينا نشوف الإجابة إن شاء الله. الإجابة صحيحة يا رب. أحسنت، اللهم صل على محمد وآل محمد، إجابتك موفقة وصحيحة. شكرا شكرا جزيلا لصديقنا الشاطر. اتصل آخر مع الدكتور. ألو السلام عليكم. محمد بن علي عليه السلام. جاوب على السؤال القبلي ما شاء الله، شاطر. هذا سؤال واسمه لو شنو؟ لا لا، هذا جاوب على السؤال القبلي. نعم بس نريد نعرف اسمه. هسه صديقنا نريد نعرف اسمك هسه، يعني عوف السؤال. شو اسمك؟ سجاد. سجاد. سجاد مهند من واطر. اهلا سجاد. وسهلا، حياك الله. حياك الله. حياك. نعم نعم، ما طالما اسمك سجاد. سجاد مهند. نعم. السؤال مع مهدي، متى؟ السؤال يقول: طالما اسمك سجاد، متى يصادف استشهاد الامام السجاد عليه السلام؟ احسنت مهدي. ها ننطي اختيارات ثلاثة؟ 24 محرم لو 25 محرم. ها راح أساعدك دكتور فهم. أنت شنو تقول؟ شو تقول يا دكتور؟ 25 محرم لو 25. عفية عفية بالشاطر. أحسنت، اللهم صل على محمد وآل محمد، دخل اسمك بالقرعة إن شاء الله. آخر اتصال، من راح يكون ويانا؟ ما شاء الله. خلينا نشوف ليث قحطان، سلام عليكم يا ليث. وعليكم السلام. حياك الله. عظم الله اجرك ليث، مرحبا بك صديقنا ليث الشاطر. خلينا نعرف بياصف، انت يا ليث من يا محافظه؟ الثاني طبيت الثاني. ما شاء الله، ومن يا محافظه؟ كربلاء. من كربلاء، حياك الله. تختار سؤال او مشاركه ليث؟ سؤال. سؤال. السؤال يقول: اين يقع مرقد الامام الحسين عليه السلام؟ في كربلاء. في كربلاء المقدسة. أحسنت، اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا ليث، تحياتنا. ما شاء الله. الآن إن شاء الله نطلب من صديقنا سعيد يجي القرعة، ويا رب إن شاء الله كل الأحبة المتصلين والغير متصلين اللي ما قدروا يتصلون علينا اليوم بالحلقات القادمة أكيد إن شاء الله يقدرون. فائزين إن شاء الله تعالى ويانا. والفائز معانا نعم هو سجاد مهند من محافظة واسط. أحسن، ألف مبارك لك هذا الفوز، اللهم صل على محمد وآل محمد.
شكرا لصديقنا الفائز ويانا، زادكم الله تعالى الله ان شاء الله دائما الله من بركات محمد وآل محمد. الان نترك الختام مع الدكتور فاهم ان شاء الله تعالى، لكن قبلها خلينا ننوه انه جائزتنا هي عباره عن كارت اتصال فئه 10,000 دينار مقدم من قناه كربلاء الفضائيه وبرنامجكم عمو فرحان. شكرا جزيلا لكل الاحبه. شكرا شكرا جزيلا، انتهت حلقتنا اليوم، لكن اكيد لقائنا بكم لا ينتهي فهو متجدد كل يوم ما عدا يومي الاربعاء والخميس الساعه 4 عصرا وعلى الهواء مباشره. والان اقول لكم الى اللقاء. مع السلامه.